فكره ما عمرها ما كانت مطروحه حيت كنت انا خدامه في دومين اخر ما عنده علاقه بهذا الشيء. وملي دخلت اليوتيوب والانستغرام كان دائما كتطرح علينا هذه الفكره سيرتو مؤخرا بدينا كنعملوا تيك توك بزاف انا وياه كيقولوا لنا ما كرهناش نشوفكم في شي كليب اونسامبل وداك الشيء. والحمد لله جبت الفرصه والتجربه كانت ممتعه. اصلا ديجا في اليوتيوب في انستغرام كاين تعليقات طبعا مزيانه وكاين عيانه. هو الواحد ملي كيولف كترجع عنده واحد المناعه من التعليقات الخايبه وكيقول انا يعني اي حاجه عملتها كاين الناس غتعجبهم الناس ما تعجبهمش لان ربي خلقنا مختلفين وكل واحد وجهه النظر ديالو وكنحترموا كل واحد على كيبقى هذا تمثيل. انا كيحمقني عالم التمثيل وكنت كنمارس المسرح سنوات ولكن التمثيل غيبعدني على بنتي. انا خليت خدمتي باش نبقى حدا بنتي ما مستعداش نبقى شهرين 3 شهور 4 شهور بعيده على بنتي غير باش نمثل. نقدر نمثل شي حاجه بحال هكا في الكليب شي بوبليسيتي شي حاجه صغيره لي ما غتاخذليش وقتي وما تبعدنيش على بنتي. دخلت قرا اكثر واكثر سنين نقرا معاها وسنين كل نهار كنتبع معاها اكثر من دابا. مشيت طلع لي دم اليوتيوب. هو اليوتيوب عمل واحد قانون جديد هو فيه لا بروتيكسيون دي مينور يعني اي قناه كيصوروا لي مينور كيحيدوا لها لي كومونتير وانا في المغرب الوحيده اللي حيدوا لي لي كومونتير. جاني شويه بحال يتحقروا عليا وقلت زعما علاش عيت من نتراسل معاهم يشوفوا لي الحل ما شافوا لي شي الحل صافي طلع لي الدم قلت غادي نوقف. الوقت اللي قلت انا نوقف تراسلوا معايا هما وصيفطوا لي ايميل بيرسوناليزي وقالوا لي غير صبر معنا راه هذا قانون خرج في العالم كامل راه وقفنا الملايين ديال القنوات ماشي غير ديالك في العالم ماشي في المغرب. قالوا لي بروشان ان شاء الله غادي يشوفوا الحل. واخا كنت خدامه بعيد على هادشي ولكن انستغرام حيت انا عندي لو سونس دو بارطاج كيحمقني الفرحه ديالي بارطاجيها مع حبابي دونك كيعطيني الفرحه كيعطيني لينيرجي بوزيتيف شي اللي كاين.